daba agaasimii hore ee isbitaalkaasi weyn ama isbitaalka guud ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay waa magaalada Hargeysa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi uu hore u la galay markuu xilkan qabanayay balan balantii iyada ahayd ayaa waxa uu isweydiyay halka ay ku dambeysay isagoo ka codsaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi inuu u soo sheego waxa ay ku burtay balantii ay hore wada galeen محمد عمر داريغ ايا مركلة وربحن تاسي ايقيا اغاسبيه هوري عسبتالك قودة مقالة هرقيسة ياسين عرب احمد وما تكهد اي مناسبات وحل كاسي كوري اتشين اي ايا كهد اي خلاف مدويك اي ادن بي اي كدحتاقنا اساق اي حبنا كميدا ما مركا عسبتالك قود اي مقالة هرقيسة وحانوش اي اغاسبيه قود اي هوري عسبتالك قودة مقالة هرقيسة ياسين عرب احمد ان مدحوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي اي بلان وضاق قلان اسنا مركا سينا عانو قران كريا هين وقتقان وحا يسبدلي اساق وكهد اينا وحا كميدها هذا الذي سي قال لي اسكم مامولو اي عسبتال كيالا اي اقاسمها حق اسينا ينو وحكم مامولو شقالها انتي سكالة قار اهان مامول كلا شقينا يا مجي رو شرعي قران او اقاسمه اولي هاي اتال اما باور او كغا قادي كرقف مامولا ان ان انا يرو نيرس اما انا يرو نيرس اهو اما محاين على دختر يرو ميل شوغا اما كلينر اريد ماهاني مجي رو شرعي قيحيا او حوك سينا يا او باور سينا يا او اغاسيمو كا قادي كارو مامولكيس مل هي وي حمايه مل هي وي حمايه لكن سي وحا ويان وا ايي كا عيده وح فليسا حدانو شرعي غا سي جيرين وح بهاغا غلاي لكن سي وحا جيرتي بلنا اني غي مدخوينها نغا دخيو اد او ادكا ان انن هاين هلكا بر بلن كو كبربري marka warqadeedan furan waxa la yeeyay madaxweyne ballan bay naga dhaxeeyay waxa burburiyay ballankeenii ee soo sheeg maxamed umar daariq rtn hargeysa